ازيكم يا مواليد برج الميزان، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الميزان ليوم الاربعاء 14 سبتمبر ايلول 2022. توقعات العشرة الاولى مواليد 23 سبتمبر ل 3 اكتوبر. في الوقت الحالي انت بتشتغل بصورة حلوة جدا من خلال الفريق، هتبقى مستمتع بكل ده وهتحافظ على بيئة العمل اللي تعتبر خلاقة جدا، لأن كل منكم بيحقق أهدافه الشخصية أسرع لو بقيتم متكاتفين مع بعض. توقعات العشرية التانية مواليد 4 أكتوبر ل 13 أكتوبر. انت النهاردة متفق بشكل كبير جدا مع نفسك، هتشعر بتناغم تام جدا في شغلك وفي حياتك الشخصية. كل ده هيأثر عليك وهيأثر على كل الأشخاص اللي حواليك، لما ليك من علاقات تعتبر قوية جدا مع شريك حياتك وأسرتك. توقعات العشرية التالتة مواليد 14 أكتوبر ل 22 أكتوبر. النهاردة ممكن تشتغلوا بشكل بناء خاصة من خلال الفريق، وده يعني انكم هتعرفوا تطبقوا أصعب الأفكار في اليوم ده. بيصير القمر في برج الثور رغبتنا في اننا نستقر وندفع ونتوائم أكتر، هيجذبنا كل الأنشطة والترابية والملذات الحسية النهاردة اننا نبقى أكتر من المعتاد علينا. ما تملش اننا نخرج عن طريقنا، هنكون حابين اننا نشعر بالراحة اكتر، لكن هيبدو اننا بحاجة اننا نقوم بحاجات تعتبر مختلفة اكتر مع اقتران القمر بأورانوس. هيشكل القمر الفترة دي مربع مع كوكب زحل، هتتعرض كل مسؤولياتنا مع مساعينا الشخصية، هيبقى في استقرار في راحة بال احنا دايما بنكون حابين اننا نوصل ليها، علشان ده هتحسسنا بكمال وراحة كبيرة جدا في حياتنا.